أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج عبادة في بيتي. أنا فرحان نقدم لكم هذا الوقت مع الإخوة والأخوات. معنا الأخت ماريا ليزا والأخت دريفة. أهلا وسهلا خويا داود، كيراك داير اليوم؟ الحمد لله نشكر الرب. احنا ديما فرحانين نشوفك. وأنا تاني بزاف بزاف صدقني. كيف الأحوال؟ كويس الحمد لله. العلاقة مع ربي راهي تمام تمام، نشكر الرب الحمد لله. وفي الدار أنا لاباس الحمد لله. أيوة. وكملوا صلوا لي على المرض ديالي. دائما دائما. آمين. والأخ منير. أهلا يا سيس، نشكر الله، نشكر الرب دائما صالح، مبارك الرب. أنت عندك رفيق تاني، رفيقك الأول هو يسوع أكيد، ورفيق الثاني العود. العود. أيوة إن شاء الله الرفيق يعني التالت. تفضل عودك علينا. لا لا لا، هو آلة موسيقية، لكن أيوة. شكرا. من أول الآلات اللي ذكرت في الكتاب المقدس في العالم هو العود والمزمار. هو كان في ابن من أبناء قايين اسمه يوبال، وكان يوبال أبا لكل دار بالعود والمزمار. أول آلتين في التاريخ هما العود والمزمار. وإحنا فرحانين تكونوا معنا أنت وعودك. أشكرك. والأخ يوحنا. نعم، أهلا وسهلا بكم. أيوة، يعني فرحانين تكونوا معنا. أنا فرحان نكون معكم ومع الإخوة. كل مرة كذلك. وأنا عيد هذا كل مرة نقلب فوقاش يجي النهار اللي نتلقى مع الإخوة ونفرحوا بربنا في وسط منا الحبيب. صح دي فرحة. صح عيد. احنا فرحانين نجتمع معا ونشكركم. نشكر الإخوة اللي سجلونا. نشكر الرب يسوع المسيح اللي جمعنا باسمه نقدم هذه الحلقة. وتكلمنا في حلقات سابقة على محبة الله كالعادة دائما. هذا موضوع قديم وفي نفس الوقت جديد، لأن الله هو البارح واليوم وغدوة إلى الأبد. الله ما يتغيرش، محبته هي دائما قوية ولطيفة. ذوقوا وشوفوا كم الرب هو لطيف وجيد. تكلمنا كذلك على صبر الله بسبب الشر المنتشر في العالم، وأعطنا مثل ديال يسوع المسيح على الزارع اللي زرع بيضة جيدة، وفي نص الليل جاء العدو وزرع حبوب زبون أخرى، وكيف الكل نبت وجاو خدام صاحب الحقل وقالوا له واش ما زرعتش بدار جيدة؟ كيف شكون اللي زرع هاد الشيء؟ نعم، شكون اللي زرع هاد الزوان؟ قال لهم العدو واللي زرع هاد الزوان، خلوا الكل ينبت. وفوقت الحصاد قطعوا بالمنجل الحبوب نحتفظوا بها والباقي للنار. والتعليم هو أن العالم هو حقل، فيه من يسمع لكلمة الله يتوب ويآمن، لأن نداء الكتاب المقدس من البداية إلى اليوم إلى أن يعود يرجع الرب يسوع المسيح هو توبوا وآمنوا بملكوت الله. نعم. توبوا وآمنوا بملكوت الله.
الطريق والباب هو المسيح يسوع الحي. علمنا أن العالم هو الحقل، فيه ناس يعملوا من أجل الخير، وفيه الكثير اللي يكرهوا الحياة، يكرهوا الحياة مهما تعمل، هما تولدوا باش يكرهوا الحياة. والرب يسوع المسيح علمنا أن في التالي الملائكة تجي تجمع الكل لما يعود هو في مجده مع ملائكته، وكل الأمم تجتمع، وهو يعزلهم مثل يعزل الراعي الخراف بالمعز، الخراف من جهة والمعزل اللي فيها البلبلة جهة أخرى. الله يصبر معنا، يصبر مع الجميع، هو ما يبغي حتى شي واحد يتهلك، كما قاله بفم النبي حزقيال قرون من قبل المسيح. اسمعوا ايش يقول. نعم. ولكن إن رجع الشرير عن خطاياه كلها التي ارتكبها ومارس جميع فرائضي وصانع ما هو عدل وحق، فإنه حتما يحيا، لا يموت، ولا تذكر له جميع آثامه التي ارتكبها، إنما يحيا ببره الذي عمله. أحقا أصر بموت الشرير، يقول السيد الرب، أليس برجوعه عن طرقه الآثمة فيحيا؟ وإذا تحول الصديق عن بره وارتكب إثما عن غرار كل الرجاسات التي يرتكبها الشرير، أفيحيا؟ إن كل ما صنعه من بر لا يذكر له، إنما يموت بخيانته التي خانها وما افترفه من خطاياه. حتى الصديق اللي يعرف الحق ويرتكب الشر وما يتوبش، كانت هذه شريعة الله. والمسيح يقول للناس اللي سمعوا وما تابوا، إذا ما تبتوش تموتوا في خطاياكم. لكن الرب كما قريناه ما يفرحش بموت الشرير، كي يفرح برجوع الشرير عن طرقه باش يحيا. عندك شي ترنيمة؟ نعم، نرفعها مع بالعود. أنا بحب الترنيمة لأن بشوف أني الإنسان لما بيرنم ويسبح هو فرحان زي طفل أبوه بيديله وقته وبيكون معاه وبيلعب معاه وبيطلع ويخرجه برا ويجيب له أكله ويجيب له لعب ويفسحه. الله أعطانا وقته ومحبته، سأهلله. أمين. سأهلل وأفرح، سأهلل وأفرح لإلهي، 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 لإلهي. سأرفع يدي وأحمي ركبتي، سأرفع يدي وأحمي ركبتي سجودا وحمدا، سجودا وحمدا لسيدي الحنون، لسيدي الحنون. سأهلل وأفرح، سأهلل وأفرح لإلهي، 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 لإلهي.
نعم سنهلل ونفرح وما يحتاج ننتظر المستقبل، لكن في كل يوم نحن نهلل ونفرح نسبح ونرقص في بيوتنا لمجد يسوع المسيح، اللي عملوا في حياتنا. كل واحد فينا عنده قصة. أنا ما ننساش ذاك الوقت اللي ذكرت فيه اسم يسوع المسيح وصليت إلى الله: يا الله يا ربي اغفر لي ذنوبي كلها باسم يسوع المسيح ابنك. ما ننساش هذاك الفرحة، هذاك السلام اللي أغمر قلبي. يعني قصة طويلة، ولكن نشكر الله اللي يعمل هذا العمل. وكل واحد فينا يقدر يلخص، قولي باختصار كيفاش آمنتي أول مرة مني سمعتي عن المسيح؟ أول مرة تنحس براسي أنا إنسانة عندي وجود وعندي قبول الله، وأنا كما أنا. يعني قبلك كما أنت. كما أنا بخطيتي بوسختي، مجرد جيت عنده قلت له يا الله، قلت له تتسناني يعني فيا. يعني ما غسلتي ولا توضيتي؟ أنا غسلت ما والو، طلبت له الرحمة وغسلني. لأن في الحقيقة هو اللي يغسلني. هو يغسلني وفركني. أخت ظريفة كيفاش أنتي؟ جبرالك. أنا جبرني كما قلت المسيح حبيته كبابة، وكانت حاجة حلوة في حياتي. يومي ما تعمدت، غطست وحييت معاه. مت وحيت. ما معنى هذا المعمودية؟ الغطس الغطس يعني مت مع المسيح وحييت معاه، ماشي توضيت كما قلت اللي تقول. طيب هذا المسيح هو اللي أعطى هذا الأمر، أعطى الأمر هذا باش نرمز أن احنا متنا معاه وحينا في الغطس، في غطس في الماء. وكانت أن في الشفاء غير خرج هكا حسيت روحي شغل شفت هذيك الحوته الكبيرة خرج هكا هكا حسيت روحي كانت روعة. يعني في البلاد في شمال افريقيا المعمودية حاجة مهمة كنا طبعا وديرناها في السرية تما نشفى. أيوة في البنوار أو في لا البحر. لا كنا في البحر في زيرالدا. أيوة أيوة ممتاز ممتاز. أخ منير أنت جاي من مصر، يعني طبعا أنا تعمدت وأنا صغير. أيوة لكني عرفت الرب وحبيته وحسيت بمحبته لي لما سمعت كلام الإنجيل ورجعت لي وهو سندني بالنعمة كل يوم. آمين. الأخ يوحنا. وأنا أيضا لما قريت الإنجيل خصوصا إنجيل يوحنا يعني شعرت بسرور. شعرت بسرور. أيوة بسلام. بسلام. أيوة بالفرح. عظيم. وكنت في بيتي. كنت في بيتي وكنت مطلوق. أيوة. فوق الفراش. أيوة. وغمضت عيني هناك شفت النور. أيوة عظيم. شفت هناك واحد بحال خيال بيضة بحال الجسم بيض أبيض نزل علي. ونزل في فوق الفراش والغرفة ملأة بالنور. عظيم. كان وما كانش حلم. لا ما في حلم. كنت فايق. شكرا شكرا أخ يوحنا. شكرا. يعني نشكر الله لأنه هو اللي عمل هذا العمل في حياتنا من البداية، وكما يقول الكتاب أن الرب عرفنا قبل ما تولدنا، وهو يعرفك ويستناك يعمر حياتك بالطمأنينة والرجاء والمحبة بالإيمان في يسوع المسيح وحده لا غير. يسوع المسيح علمنا صلاة نسميها الصلاة الربانية لأنه هو اللي علمها، صلاة رائعة. اسمع أش يقول. أنا نقرأ بعض الآيات ثم الأخ يوحنا نقول له الآيات وجوهرة. فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء. كذلك على الأرض خبزنا كفانا
أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين. إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد الآبدين. آمين. 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 والمسيح يقول وإن فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. هذه الصلاة هي موجودة في إنجيل متى، هذه اللي قريناها الآن في الأصحاح 6. صلاة رائعة، وفي المستقبل بعون الرب إنسان نتأملها. أما الآن نحب نرنم ترنيمة أخرى مع الفنان ديالنا الأخونا الحبيب منير. تسبح يا علانك ونزيد ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب. تسبح يا علانك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب. وسط الأزمات وعدك مضمون، من بين ألمات ترفع غصون. وسط الأزمات وعدك مضمون، من بين ألمات ترفع غصون. تسبح يعلى لك ويزيد وانفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب. أعلى الأسوار هندوس عبرين ولا يوم نحتار، وياه غالبين على الأسوار هندوس عبرين ولا يوم نحتار، وياه غالبين. تسبح يعلى لك ويزيد وانفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب. أفرح وشفاء غفران بإيمان، وياك يا رجاء كل الأزمان. أفرح وشفاء غفران بإيمان، وياك يا رجاء كل الأزمان. تسبح يعلى لك ويزيد وانفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا ده رب الأرباب. عندك تأمل معنا اليوم، دورك يا أخي منير، وإحنا سامعين للكلمة ونصلي للرب يبارك الكلمة. كلمة الله حية وفعالة، كلمة الله روح وحياة. فلنسمع يا رب يفتح ذهننا وذهان أخوتنا المستمعين والمشاهدين. تفضل. هي آية واحدة. تفضل. دول في سفر المزامير 119 عدد 105. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلام الله نور. كلام الله سراج ونور. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. في كلام كتير وفي ناس كتير تتكلم، والعالم كله بيتكلم، وبيقولوا ان المرأة بتتكلم 35,000 كلمة في الدقيقة، في اليوم، في اليوم بتكلم 35,000 كلمة. ما اعرفش الراجل بيتكلم قد ايه، بس الستات تتكلم اكتر. لكن في يوم من الايام في واحد راح للرب يسوع، وكان عنده ولد غلام،
وقال له طلبة، قال له قل كلمة فيبرأ الغلام. كلمة واحدة من الرب كفاية. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. حتى الأنبياء كان عندهم كلام حلو، لكنهم كلامهم الشخصي ما كانش ينفع للناس، لكن الكلام اللي كان بيديهم الله هو اللي كان بينفع الناس. مكتوب عن موسى في سفر الأعمال في أصحاح 7 بيقول عنه: وتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأفعال، لكنه ما نفعش الناس ولا نفع نفسه ولا شعبه ولا شعبه، لكنه غضب وقتل إنسان وهرب على الصحراء. إمتى موسى الرب عمل فيه؟ بعد 80 سنة من العمر. يا رب تسيب إنسان 80 سنة لغاية ما خلاص مفيش أمل فيه إن أنت تستخدمه، وتسيبه في عز قوته وهو مقتدر في الأقوال والأفعال وعنده حكمة وما تستخدموش. الرب تركه 40 سنة تاني بعد 40 اللي عاشهم وتعلم في الجامعات، ومصر كان في وقتها أفضل دولة في العالم في أيام الفراعنة، لكن الرب تركه لغاية ما كمل 80 سنة، وبعدين قال له تعالى يا موسى علشان أستخدمك، هدي لك كلامي. أنت أخذت كلام العالم ما نفعش، أخذت كلام الناس وأفعالهم ما نفعش، لكن أنا هدي لك كلام. قال له أنا ثقيل الفم واللسان. قال له أنا هدي لك كلام، أنا أعطيك كلامي يا موسى في فمك. والرب أطلق موسى وهو عمره 80 سنة وهو ثقيل الفم واللسان، لكن كل كلمة كانت منه كانت عبارة عن حرية للشعب المستعبد، كانت فرح للناس المتألمة. هو ده كلام الله، بيقول كلامي روح وحياة، وبيقول كمان في المزمور 119: يا رب احييني حسب كلامك. كلام العالم عمره ما هيحي، كلام الناس عمره ما هيفيد، لكن اللي بيحيي القلب الميت واللي بيحيي الحياة داخل الإنسان اللي ميت بالذنوب والخطايا، لما بيقول بولس في رسالة أفسس: وأنتم كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. مين اللي أقام الأموات بالذنوب والخطايا من موتهم غير الرب يسوع؟ زي ما بيقول في إنجيل يوحنا أصحاح 5 بيقول كده الرب: الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. كلام الرب يحيي، كلام الرب حياة. يقول من يسمع كلامي، صوته حلو، الرب صوته حلو، لما ينده، لما زي ما عمل مع لعازر كلمة واحدة قال لعازر هلم خارجا، خرج لعازر من بين الأموات، والرب مازال يقيم من الأموات ومن بين الأموات إلى اليوم، مش من الأموات اللي ماتوا واندفنوا، لا، الأموات اللي بالذنوب والخطايا. يمكن كتير بنستكتر خطايانا على الله وبنقول خطاياي كتير، هل الله يغفرها؟ عيوبي كتير، عندي مشاكل كتير، هل الله يغفر خطاياي؟ لكن الله بيقول من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية.
هتاخد حياة، هتفرح مع المسيح. وكمان بيقول في يوحنا في رؤيا يوحنا اللاهوتي: إن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة. يعني كلام الله محفوظ، مش ممكن حد يقدر يلمسه، لأن الله قادر على كل شيء، قادر يحفظ كلامه، قادر يحفظ أقواله. هو أمين، هو سهران على كلمته، زي ما قال لإرميا، قال أنا سهران على كلمتي، ساهر على كلمتي لأجريها. الرب سهران مش بينام زينا، الرب يرى كل شيء، كلامه وروحه حياة. إن كنا نؤمن إن كلام الرب روحه حياة هيحيي قلوبنا. أخ داود صح، نعم، إن كان الرب يسوع المسيح يشفي ويحيي له كل قدرة أن يغفر آثامنا كيف ما كانت، كيف ما كانت وكم نوعها عددها. الرب ما ينظرش العدد ديال الأخطاء اللي عملتها باش يغفر لك، إذا كان قليلة يغفر لك، إذا كانت كثيرة ربما يغفر لك وربما لا. لما الله يغفر لنا خطية واحدة فهو يغفر لنا كل شيء، كل شيء. ولا جاي يعاقبنا على خطية واحدة، يعاقبنا على كل شيء، على الجميع، ما يحتاج يعاقبنا على كل شيء. على واحدة راه يهلكنا، واحدة تكفي. نعم كافية، ولكن إلا غفر واحدة يغفر كل شيء. نعم أمين. الله ما يعطيش شوية بشوية، غير شوية. المسيح قال جئت لتكون لهم حياة وتكون لهم فياضة، أفضل، والأفضل لهم أفضل. نعم. أفضل. وكذلك من جهة البشر، من جهة الخطاة التائبين، يقول كذلك اللي تغفر له كثير يحب كثير، واللي تغفر له قليل يحب قليل. الله ما يستناش أننا نعمل أمور كثيرة باش يرضى بينا. عمل واحد يطلبوا منا، شنو هو هذا العمل؟ ما هو العمل الوحيد اللي يطلبوا منا؟ الإيمان، الحب، المحبة، الإيمان، الإيمان، الإيمان بيسوع المسيح، الإيمان بيسوع أولاً، المسيح. أن آمن بيسوع المسيح، لأن التوبة موجودة في كل مكان. التوبة عند في نظر العالم والأديان تختلف كثيرة. عندهم التوبة تعني الندم، تعني تغيير سلوك، الكف عن الخمر إذا كان الخمر أو الكذب أو السرقة إلى آخره، هذا نوع من التوبة. لكن التوبة حسب الكتاب المقدس هي عمل الروح القدس في حياة الخاطئ. توبني يا رب لكي أتوب. أنا ما نقدرش نغير حياتي، مستحيل طبعا، مستحيل، غير ممكن. في عادات، في هكذا الخاطئ يطلب يا رب توبني فأتوب. كما قالوا التلاميذ المسيح: يا رب زيد إيماننا. حتى الإيمان يجي نعمة من الله. فالتوبة في الكتاب المقدس هي نعمة من الرب، عمل الروح القدس فينا، وهي الرجوع، يعني تغيير الطريق. كتكون غادي في هذا الطريق والتوبة كترجع أو كت يعني كتتغير الطريق باش تمشي للطريق الصحيح اللي هو الطريق الحقيقي والحي المستقيم، طريق البر، طريق الحياة. يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة. هذا هو الإنجيل. يعني الله يطلب منا عمل واحد، أن آمن بمن أرسله لنا. والإيمان هذا ايش ظهر لكم؟ يعني ما هوش حاجه سهله. واو، ما فيهاش سهله. الايمان بالمسيح ما هوش سهل، لان المسيح يقول لي اذا شي واحد حب يتبعني
خاصو يشعر في تصاليبه ويتبعني، وخاصو كذلك ينكر أهله، ينكر ينكر أرضه، ينكر كل شيء، ينكر حتى نفسه. ما يعنيش أنه ما يعنيش أن المسيح يقولنا كرهوا هذه الأمور وتركوهم، لا، خاصنا نوضع المسيح، ننظر للمسيح، نعتبر المسيح أعظم أفضل الكل ما عندنا في هذه الحياة، ونصلي باش الرب يلمس العائلات، الأصدقاء، البلاد، كل شيء. هذا هو الإيمان، عنده ثمن، عنده ثمن. يعني المسيح هو إيماننا، هو رائد إيماننا. أما يعني كلمات شكرا أخ منير من أجل التأمل، ونستناك في حلقة أخرى بالعود والترانيم والتأملات. شكرا ضريفة ماريا ليزا، جوهرة، يوحنا، شكرا أعزائنا المشاهدين من أجل تتبعكم. قل لكم الموعد لنا يتجدد في حلقة أخرى بعون الرب يسوع المسيح، باش نزيد نتأمل في كلمته، ولتكن نعمته معكم كل يوم. آمين. راني على بابك واقف يا رب، اسمع صلاتي مولا، يرزقني العوين تفتح بايا ونجاتي، مولا يرزقني العوين تفتح بايا ونجاتي، بمحبتك ضميتني قلبك يا سيدي الحنين، انت تاخذ بيدي وتفرح قلبي الحزين، انت تاخذ بيدي وتفرح قلبي الحزين، راني على بابك واقف يا رب، اسمع صلاتي ولا يرزقني العوين تحمي